هذه عودة من جديد سادتي الأكارم، وأسعد الله صباحكم أينما كنتم وتكونوا مع نشرتنا الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طبعا هي تابعة لوزارة النقل العراقية، عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر تشرين الثاني، حيث سيكون الطقس في المناطق الوسطى صحوا إلى غائم جزئي، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية غائم جزئي إلى غائم، مع فرص لزخات مطر خفيفة ومتفرقة تكون رعدية في الأجزاء الشرقية من المنطقة الشمالية، كما ويتشكل الضباب في عموم المحافظات صباحا ويزول بشكل تدريجي. فيما يخص الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعاتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، درجات الحرارة ستنخفض قليلا على العموم، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر، وفي المناطق التي يعني تعيش الضباب ما بين 2 إلى 4 كيلومتر. أيضا تشير التوقعات إلى تواجد سحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة من مدن شمال وجنوب البلاد إن شاء الله، وكذلك لا زالت هنالك يعني تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي. أيضا هنالك سحب متفرقة في باقي المدن. أيضا التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة في أماكن محدودة من مدن جنوب البلاد، تركيزها يكون في جنوب غرب المنطقة الجنوبية على شكل زخات خفيفة الشدة اليوم الثلاثاء وكذلك يوم غد الأربعاء، وربما تشمل مناطق جنوب الأنبار يوم غدا الأربعاء. أيضا هنالك استمرار للفرص بهطول زخات من الأمطار خفيفة الشدة في مدن شمال البلاد في أماكن متفرقة منها خلال نهار اليوم الثلاثاء إن شاء الله. أيضا هنالك فرص لتشكل موجات من الضباب ما بين متوسطة إلى كثيفة أحيانا إن شاء الله، يعني شهدناها صباح هذا اليوم وأيضا ربما صباح يوم غد الأربعاء، تتسبب في تردي مدى الرؤية الأفقي، لذلك نسترعي الانتباه والحذر لا سيما لمرتادي الطرق الخارجية في غرب وشمال البلاد وبعض مناطق وسط البلاد. لا يوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة، وتستمر هذه الحرارة متقلبة ما بين انخفاض طفيف وارتفاع على الأقل حتى منتصف هذا الشهر تشرين الثاني، ولا يوجد أيضا هنالك فرص لهطول الثلوج على المناطق الجبلية في شمال البلاد. هذا الخبر سادتي المشاهدين أثار انتباهنا، أما درجات الحرارة التي رصدت وشخصت من قبل المختصين في الأرصاد الجوية فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، كما تلاحظون في بغداد 16 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، ومن المتوقع أن ترتفع لتكون وتسجل 26 درجة مئوية، الأجواء ستكون مشمسة مع بعض الغيوم في بغداد. بالانتقال إلى جنوب العراق في البصرة تحديدا، كما تلاحظون 20 درجة مئوية كحرارة صغرى ابتدأت في البصرة، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل تقريبا 31 درجة مئوية، الأجواء ستكون غائمة وأحيانا هنالك بعض الزخات من الأمطار. أيضا في شمالنا الحبيب بالتحديد في محافظة أربيل، كما تلاحظون ابتدأت الحرارة ب 16 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل تقريبا 24 درجة مئوية، ستكون الأجواء غائمة جزئيا هنالك في أربيل. في محافظتنا المقدسة أيضا أجواء تقريبا مشمسة، أيضا هنالك بعض القطع من الغيوم ابتدأت ب 17 درجة مئوية كحرارة صغرى، ومن المتوقع أن ترتفع قرابة 10 درجات لتسجل 27 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. أيضا ننتقل بالعودة إلى الجنوب الحبيب بالتحديد في محافظة ذي قار، حيث سجلت لهذا اليوم ذي قار منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع بقرابة 9 درجات لتسجل 29 درجة مئوية في ذي قار. أيضا في محافظة السليمانية شمالا من أكثر المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة، والتي ابتدأت ب 13 درجة مئوية كحرارة صغرى بحسب خبراء الأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن ترتفع قرابة 10 درجات لتسجل 23 درجة مئوية.
أيضا في محافظات الفرات الأوسط في محافظة بابل تحديدا ابتدأت الحرارة الصغرى ب 17 درجة مئوية منذ ساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل ذروتها 29 درجة مئوية. أيضا بالعودة إلى الجنوب مرة أخرى في محافظة ميسان الحبيبة 21 درجة مئوية الصغرى لهذا اليوم رصدت وشخصت من قبل المختصين، ومن المتوقع أن ترتفع بحدود 8 درجات لتسجل 29 درجة مئوية. أيضا دهوك التي تعيش أيضا درجات حرارة منخفضة ابتدأت ب 16 درجة مئوية كحرارة صغرى، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل حاجز 24 درجة مئوية. لازلنا سادتي المشاهدين في مطالعة درجات الحرارة، هذه المرة ننتقل إلى غرب العراق بالتحديد في محافظة الأنبار العزيزة التي ابتدأت ب 16 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل 24 درجة مئوية كذروة للعظمى. أيضا في محافظة النجف الأشرف ما بين 17 درجة مئوية كحرارة صغرى إلى 27 درجة مئوية كحرارة عظمى سجلت ورصدت في محافظة النجف الأشرف. الأجواء ستكون صحوة ومشمسة في النجف الأشرف. أيضا 20 درجة مئوية رصدت في محافظة الديوانية كحرارة صغرى، ومن المتوقع أن ترتفع بحدود 9 درجات مئوية لتسجل وتشخص 29 درجة مئوية. الأجواء ستكون تقريبا مشمسة مع بعض الغيوم. أيضا في الموصل 15 درجة مئوية ابتدأت الحرارة الصغرى، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل حاجز 22 درجة مئوية هنالك كحرارة عظمى بإذن الله تعالى. أما في محافظة ديالى سجلت ديالى لهذا اليوم حرارة صغرى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل ذروتها 28 درجة مئوية كحرارة عظمى بإذن الله تعالى. بالانتقال إلى محافظة واسط حيث سجلت واسط لهذا اليوم حرارة صغرى منذ الساعات الأولى لهذا الصباح 18 درجة مئوية ابتدأت لهذا اليوم كحرارة صغرى، ومن المرجح أن ترتفع لتسجل ذروتها 28 درجة مئوية في واسط. أما لو انتقلنا إلى محافظة صلاح الدين حيث سجل صلاح الدين لهذا اليوم كحرارة صغرى 14 درجة مئوية، ومن المرجح أن ترتفع لتبلغ ذروتها بإذن الله تعالى 23 درجة مئوية. أما بالانتقال إلى محافظة كركوك حيث سجلت كركوك لهذا اليوم منذ الساعات الأولى للصباح الصغرى 15 درجة مئوية، والعظمى من المرجح أن ترتفع لتبلغ 24 درجة مئوية. طبعا هذا كله بتشخيص ورصد من قبل خبراء الأرصاد الجوية. مسك الختام سادتي المشاهدين مع محافظة المثنى، 21 درجة مئوية سجلت كحرارة صغرى في محافظة المثنى، ومن المرجح أن ترتفع لتسجل كما تلاحظون 29 درجة مئوية في محافظة المثنى. نعم سادتي المشاهدين، هذا كل ما رصد وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى في بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية. إن شاء الله تفاصيل أدق وأوفى لكن يوم غد. هذه عودة للزميلات سوزان ونهاوند لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. إلى اللقاء.